أهلا بكم. تشهد بنغازي هذه الأيام احتفالات وأفراح شعبية كبيرة بعد الإعلان عن تحرير مدينتهم من الإرهاب، ويأتي هذا بعد معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش الوطني الليبي لأكثر من سنتين ضد التنظيمات الإرهابية، حيث حررت قوات الجيش المدينة عبر عدة مراحل. بعض مستمعين أرسلوا لنا مشاركاتهم بفرحة تحرير المدينة وأعربوا عن أملهم بتحرير ما تبقى من مناطق متفرقة في الوطن العربي لا تزال تحت حكم داعش الإرهابي. ألف ألف مبروك للشعب الليبي العظيم انتصاره على الإرهاب ودحره لتنظيم داعش من بني غازي، وإلى مزيد إن شاء الله من الانتصارات للقضاء على الفكر الظلامي في عموم الأراضي الليبية. وأسأل الله بهالمناسبة الرائعة أنه تتكرر هالبشائر في العراق وفي سوريا، حتى تحرير آخر شبر ودحر آخر إرهابي بإذن الله. الآن اف ام، أحب أقول لكل شعب بنغازي مبروك التحرر من العدو الإرهابي داعش، وعقبال باقي المناطق كلها إن شاء الله. الآن اف ام، هي فرحة لأهل بنغازي وأهل ليبيا عموما والعالم العربي عامة بتحريرهم من الإرهاب. عبال عنا إن شاء الله يا رب. الآن اف ام، أكيد أنا مبارك لمدينة بنغازي ولأهل بنغازي الأحرار كيف حرروا مدينتهم من الإرهاب، بس احنا بنتمنى انه الارهاب هذا ما يتجدد باشكال تانية مثل اي حدا ممكن يتسلط على الدول مثل ما عم يصير بسوريا بلبنان بالعراق باي مدينة من الدول. للأسف بتتحرر من منظمات ارهابية لكن بيجيها انظمة بتكون ارهابية اكثر من الارهاب ذات نفسه. نحن بنتمنى هذا الشيء ما يتكرر ببنغازي ولو انه مستبعد، بس نحن بنتمنى الخير للكل. شكرا لكم والف مبروك لاهالي بنغازي الكرام، وكل عام وانتم بخير. محمد وعلي. الان اف ام، وبعد الإعلان عن تحرير مدينة بنغازي ضاعفت القوات المسلحة الليبية جهودها في تمشيط المناطق المحررة من مخلفات الإرهاب. من راديو الآن أيضا نتمنى تحرير ما تبقى من الأراضي التي لا تزال تحت ظل حكم داعش الإرهابي، ونأمل قريبا أن نشهد إعادة أعمار كل هذه المناطق.